نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. تسارع ملحوظ للتطورات الميدانية على الأرض في سوريا. حلب لا يزال صوت الاشتباكات فيها عاليا، حيث استعاد الجيش السوري زمام المبادرة في مناطق مختلفة من المدينة بعد سيطرته على منطقة الراموسة، فيما تتواصل الاشتباكات والمعارك في محيط ثكنة هنانو بعد تصدي الجيش السوري لمحاولة تسلل مجموعات مسلحة. في هذا الوقت يستمر استهداف المدنيين بقذائف الهاون على امتداد أحياء مدينة حلب. مشهد الإنجازات العسكرية للجيش السوري التي حققها في مختلف مناطق ريف دمشق ترافق مع استمرار عمليات المصالحة الوطنية، هذه المرة في بلدة الزبداني بالريف الغربي لمدينة دمشق والقريبة من الحدود اللبنانية، بعد جهود أثمرت عن تسليم المسلحين لأنفسهم وتسوية أوضاعهم مع الدولة السورية. مستعدين لأي، كل الكاميرات وكل التلفزيونات وكل العالم يروح يصور ويشوف أنه نحن جادين بالمصالحة وجادين بالعمل والإعادة إلى حضن الوطن. أكثر من 100 مسلح من أهل بلدات الزبداني ومضايا وبقين سلموا ما بحوزتهم من سلاح وعتاد إلى الجيش السوري، حيث تشكل هذه العملية خطوة مهمة لإتمام عمليات المصالحة في ريف دمشق. في شوي مغرر فيه هون، وإن شاء الله إن شاء الله يعني نحاول نعمل جهدنا الكامل لحتى يرجعوا لصوابهم. نحن كان مغرر فينا بمنطقة الزبداني ومضايا من قبل أجندات خارجية، وهلا رجعنا لحضن الوطن إن شاء الله عن طريق المصالحة اللي صارت بالنسبة لمنطقة الزبداني ومضايا حصرا. ونحن عم نجي لهون عم عدفعات نعمل مصالحات ونعبي استمارات، إن شاء الله بإذن الله كل منطقة الزبداني بترجع لحضن الوطن. المصالحة الوطنية وتسليم السلاح وتسوية أوضاع المسلحين في الزبداني والتي تعتبر منطقة مواجهات سيساهم في إغلاق الحدود السورية اللبنانية وإيقاف تدفق السلاح والمسلحين من هذا المحور. إنجازات الجيش السوري في جبال القلمون في ريف دمشق لم توقف قطار المصالحة الوطنية في مناطق مضايا والزبداني والتي تعتبر ملاذ المسلحين الذين فروا من رنكوس والقرى المحيطة بها. حسام زيدان، العالم، دمشق. استشهد 12 شخصا وأصيب 70 بانفجار سيارة مفخخة استهدفت المصلين بعد خروجهم من مسجد بلال الحبشي في حي عكرمة بحمص، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة. التفجير يتزامن مع استمرار الاشتباكات وتقدم الجيش السوري في الحمدية وجورة الشياح وباب هود في حمص القديمة، واستعادة السيطرة على مجمعات سكنية وكنيسة مار جورجوس ومقبرتها في جورة الشياح. في حلب قتل قياديان من المسلحين في الاشتباكات مع الجيش السوري مع استمرار المعارك في الأحياء الغربية للمدينة، ومع استمرار المسلحين بقصف هذه الأحياء بالهاون والاسطوانات المفخخة التي راح ضحيتها أمس 50 مدنيا و 250 جريحا. الجيش السوري كان قد صد أوسع هجوم للمسلحين على ثكنة هنانو. معلومات للميادين أشارت إلى أن الجيش عرف بالهجوم قبل حصوله بناء على معلومات استخباراتية ما مكنه من صده سريعا وبخسائر بشرية قليلة، وأوقع عشرات القتلى في صفوف المسلحين. ما هي آخر تطورات المعركة في حلب وما هي دلالاتها السياسية محليا وإقليميا؟ ديما نصيف. أهلا بكم. قصف المسلحين للأحياء الغربية استهدف مع المدنيين إرباك الخطوط الخلفية للجيش السوري في حلب، عندما قام المسلحون بتوسيع دوائر الهجمات من دون أن ينجحوا في تحقيق أي اختراق يقلب معادلة القوى في حلب عبر هجمات منسقة. أولا كان الهجوم ضد ثكنة هنانو، حيث حفرت جبهة النصرة نفقا مؤديا إلى جدرانها في حي ميسلون ونسفته بـ100 طن من المتفجرات، وهي كمية
ضخمة من المتفجرات لم يسبق لأحد أن استخدمها في سوريا، ومع ذلك استطاع الجيش صد الهجوم وعلى موقعه الاستراتيجي المشرف على غرب المدينة وقتل عددا كبيرا من المهاجمين. أما في حي الزهراء وحول مبنى المخابرات الجوية شمال غرب حلب، تقدم المسلحون نحو مبنى الفرن بالقرب من دار الأيتام الذي يبعد حوالي 300 متر عن المخابرات الجوية التي تدافع عنها مدفعية الزهراء. أما في جبهة الليرمون، تمكن مسلحو غرفة عمليات أهل الشام من التقدم وسط اشتباكات عنيفة نحو جامع الرسول الأعظم. الجبهة الغربية من جهة حي الراشدين وبستان الباشا في الوسط لم تشهد أي تغييرات كبيرة. الدلالات السياسية لاحتدام الهجمات في حلب أولها يخص الفصائل المسلحة والمخابرات التركية خلفها التي تقود هذه المعارك، ومن المؤكد أنها نجحت بتوحيد كل الفصائل الجهادية في غرفة عمليات واحدة من أجل خوض واحدة من أوسع المعارك في الشمال السوري. تم عزل دولة العراق والشام في معارك الشمال كليا وإبعادها وترجيح خط القاعدة الذي يضم النصرة وأحرار الشام وهما أقوى الفصائل في غرفة العمليات التابعة لتركيا، على حساب الجناح الآخر للقاعدة الذي يبايع البغدادي والذي يهيمن على الشرق السوري. أما أسباب الهجوم على حلب، فاتضح أن معركة كسب لم تكن سوى هجوم جانبي تركي لتشتيت تعزيزات الجيش، وأن الهدف هو منع الحكومة السورية من تنظيم أي انتخابات رئاسية والطعن بمصداقيتها عبر إخراج حلب من صناديق الاقتراع، خصوصا أن الأتراك رفضوا تعزيزات من جمال معروف وجبهة ثوار سوريا إلى كسب منعا لتدخل حلفائه السعوديين في المعركة. إلى جانب ذلك أيضا يسمح دوي المعارك في حلب والهجوم على ثكنة هنانو أو المخابرات الجوية بالتغطية إعلاميا على النكسات والهزائم التي مني بها المسلحون مؤخرا في القلمون أو حمص أو الغوطة الشرقية. على الحدود اللبنانية السورية، أعلن عدد من أهالي بلدة الطفيل اللبنانية أن سكان البلدة وآلاف النازحين السوريين الذين لجأوا إليها يعيشون وضعا مأساويا جراء إقفال الطرق المؤدية إلى بلدتهم من الجهتين اللبنانية والسورية منذ نحو 3 أشهر. بلدة طفيل تشكل بقعة جغرافية متداخلة مع الحدود السورية، تحدها بلدات سورية من 3 جهات، بلدة حوش عرب إلى شرقها وعسال الورد إلى شمالها، فيما تحدها سهول رنكوس جنوبا، وهي مناطق وعرة يلجأ إليها المسلحون للاختباء. وضع المسلحين المحاصرين في حمص القديمة بحثه مجلس الأمن الدولي في جلسة مشاورات مطولة عقدها بطلب غربي، وبعد خلاف شديد اتفق المجلس على توجيه ملاحظات تدعو إلى استئناف التفاوض على تسوية مع لجنة الأهالي. تقرير نزار عبود. فشلت محاولات الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي لاستصدار بيان قاسي اللهجة يضغط لرفع الحصار عن المسلحين في حمص القديمة. مندوبا روسيا والصين طلبا أن يشمل البيان مناطق أخرى محاصرة، لكن الغربيين رفضوا، واكتفى المجلس بتوجيه دعوة عامة لاستئناف التفاوض لإخراج عشرات المدنيين ونحو 2000 مسلح من حمص القديمة. يدعم الأعضاء في مجلس الأمن دعوة المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي إلى استئناف المفاوضات بين لجنة الأهالي والمسلحين العالقين في حمص القديمة، فضلا عن غيرهم في حي الوعر، لبلوغ حل شامل. مندوب السوري انتقد فرنسا بشكل خاص التي ما تزال تفكر بعقلية استعمارية، وقال إن 10 رسائل بعثها تتعلق بالعدوان التركي على كسب لم تحرك ساكنا لدى الدول الغربية التي تمول منظمات إرهابية وتسلحها. عندما يقوم الاتحاد الأوروبي بالادعاء بأنه صديق للشعب السوري ويفرض علينا العقوبات الاقتصادية من ناحية، يقوم من ناحية ثانية بشراء النفط السوري والغاز من الإرهابيين الموجودين على قائمة مجلس الأمن للكيانات الراعية للإرهاب. هذا نفاق، أصبحت القصة مفضوحة ومكشوفة، ولا يليق بهذه الدول أن تجلس في مجلس الأمن وتسمي نفسها دول مؤتمنة على الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. مندوب سوريا اتهم الدول الأجنبية بتعطيل الحل في حمص القديمة، وكانت النتيجة تفجير سيارات مفخخة أوقعت عشرات القتلى في صفوف المدنيين. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين.
في حلب قتل نائب القائد العسكري لمعركة الليرمون والزهراء محمد التشقندي في اشتباكات مع الجيش السوري، كما قتل قائد كتيبة تابعة للجبهة الإسلامية ويدعى عبد الفتاح أبو غدة في حي الإذاعة في المدينة. وكان استشهد 40 شخصا وجرح 100 في سقوط قذائف هاون على أحياء حلب الغربية. المدينة تشهد اشتدادا في وتيرة المعارك على أكثر من جبهة، وقد صد الجيش السوري هجوما للمسلحين على ثكنة هنانو وتمكن من استعادة السيطرة على حي الراموسة. أرجع روبرت فورد السفير الأمريكي السابق في دمشق عدم إمكان حل الأزمة السورية حاليا إلى عدم تمكن المعارضة من إقناع المجتمع السوري بالبديل المحتمل عن النظام في حال إسقاطه. كلام فورد جاء في ندوة في واشنطن جمعته بديفيد ميلبند وزير الخارجية البريطاني السابق، الذي رأى أن الأزمة السورية أصبحت أزمة إقليمية. الأزمة السورية بدأت تتحول بفعل مرور الزمن وكثرة التدخلات إلى أزمة إقليمية، استنتاج توصل إليه وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند، الذي يدير حاليا منظمة دولية للإغاثة الإنسانية. كثيرون يتكلمون عن أنها حرب أهلية، ولكن في الحقيقة يجب فهم خطط اللاعبين الإقليميين، وإذا رسمنا خطا بين هذه النقاط يمكن تخيل التدخلات. السفير الأمريكي السابق في دمشق يوافق ضمنيا على الفكرة ويستبعد حلا للأزمة من دون إقناع روسيا وإيران أن وقف النزاع المسلح يصب في مصلحتهما. هناك أيضا خطر أمني جدي للغاية. هناك مثلا شيشانيون كثر يتعلمون أسرار المهنة في سوريا بقتالهم في صفوف المعارضة. ويرى فورد أيضا أنه سيتم إشراك إيران في حل الأزمة السورية عاجلا أم آجلا. إيران بلد مهم في المنطقة ولديها مصالح في المشرق. أعتقد أن لا مفر من إشراكها في مرحلة ما. لكن حل الأزمة سيتأخر برأي ميليباند، الذي لا يرى أي نظرة مستقبلية مشتركة يلتف حولها حتى المعارضون للرئيس السوري. المشاركان تندرا أن منذ 3 سنوات لم يتخيلوا يوما أن الأمور كانت لتصل إلى ما هي اليوم، ورفضوا الإجابة عن أي سؤال عما يعتقدون أن الأوضاع ستكون عليه بعد 3 سنوات. إيميل بارودي، واشنطن، الميادين. نبدأ ملفاتنا من أخبار الميدان، حيث أحرزت وحدات من الجيش والقوات المسلحة تقدما في ملاحقة فلول الإرهابيين في أحياء حمص القديمة على أكثر من محور، وبسطت سيطرتها على عدد من الكتل والأبنية، وخلصت كنيسة مار ميخائيل من دنس الإرهابيين. مراسلنا الحربي معين درغام وتفاصيل. تلاحق وحدات الجيش العربي السوري المجموعات الإرهابية في أحياء حمص القديمة وتتقدم من أكثر من محور. اليوم نرصد عمليات الجيش العربي السوري على محور وادي السايح الحمدية. طبعا قام أبطال الجيش العربي السوري بالتقدم عبر هذا المحور والسيطرة على عدد من الكتل والأبنية، إضافة للمقبرة ومحيط كنيسة مار ميخائيل. هنا أحد أوكار الإرهابيين أيضا، كما نشاهد هذه الدشم والتحصينات التي بنتها العصابات الإرهابية داخل أوكارها في حي الحمدية، طبعا قبل أن تندحر أمام ضربات الجيش العربي السوري. دخلنا إلى أحد أوكار الإرهابيين في حي الحمدية، كما نشاهد هذا الوكر الذي كانت تتحصن بداخله العصابات الإرهابية، طبعا بعد أن قامت وحدات الجيش بدحر هؤلاء الإرهابيين من داخل هذا الوكر. هنا وصلنا إلى المقبرة التي تقع ما بين حي وادي سايح وحي الحمدية، طبعا بعد أن سيطر على هذه المنطقة بالكامل أبطال الجيش العربي السوري وقام بدحر العصابات الإرهابية التي كانت تقوم بالاعتداء على هذه المنطقة. وصلنا إلى كنيسة مار ميخائيل في حي الحمدية التي سيطر أبطال جيش العربية السورية على محيط كامل هذه الكنيسة. طبعا نشاهد آثار التخريب التي قامت
بها العصابات الإرهابية والاعتداء على مقام هذه الكنيسة كما نشاهد. تخليص حرم هذه الكنيسة من الإرهابيين هي هدية من أبطال الجيش إلى الشعب السوري بمناسبة عيد الفصح المجيد. لأخبار تلفزيون العربية السوري، معين درغام من داخل كنيسة مار مخايل في حي الحميدية. وفي تدمر بريف حمص، عثرت الجهات المختصة على مجموعة من القطع الأثرية تعود للفترة الزمنية ما بين القرن الثاني والثالث للميلاد، كانت مسروقة ومخبأة في إحدى المزارع. ومن خلال الكشف على القطع الأثرية تبين أنها جزء من سرير جنائزي تظهر عليه قائمة السرير وتمثال نصفي لسيدة تدمرية ضمن إطار. وفي الجزء العلوي من معذبه دفن لتمثال كاهن تدموري، وبجانبه تظهر العضاضة الفاصلة بين المعاذب، كما يظهر جزء من مشهد جنائزي يظهر فيه الفراش أسفل المشهد، بالإضافة إلى الجزء المتكئ وهو مزخرف. نبقى في حمص، حيث استشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون بجروح إثر تفجير إرهابيين سيارة مفخخة بالقرب من جامع بلال الحبشي في ضاحية الوليد وقت خروج المصلين من صلاة الظهر. أمام انتصارات الجيش العربي السوري وتقدمه بثبات وقوة في حمص القديمة وهزائم المجموعات المسلحة المتلاحقة، تسعى هذه العصابات الإرهابية إلى قتل أكبر عدد من المدنيين الآمنين في الأحياء الآمنة سواء بقذائف الهاون أو بالسيارات المفخخة. عدد من الشهداء سقطوا اليوم في حمص بعد تفجير سيارة مفخخة بالقرب من جامع بلال الحبشي أثناء خروج المصلين من صلاة الجمعة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى والأضرار المادية. هدول مجرمين أبا عن جد، هدول وهن بس مو بس مجرمين، غير كمان ضايعين وكلهم بيحبحبوا. ناس فايتة عم تصلي وعم تعبد ربها، هو جاي يذكر رب العباد، جاي يذكر رب العباد، هو جاي يذكر رب العباد. شو لك عنده أنت؟ شو لك عنده؟ عمل إرهابي وغير إنساني. العالم كانت تطلع من الجامع، يعني شو ذنب العالم هاي؟ ودوري سيارة انفجرت وهي عم تطلع. هذا عمل جبان، لأنه ما قدروا إنه يجابوا الجيش العربي السوري، جو لهاني صار يحطوا عند المدنية. هذا دليل جبن ودليل إنه أندل البشر. هيك ما استرجوا إنه يجابوا الجيش العربي السوري، جو لعند الجامع وجو للمدنية لحتى يفجروا السيارة. هاي أكبر دليل إنه جبناء إرهابيين أجوا لعند الجوامع، نطروا العالم الوقت اللي طلعت من الصلاة، أجوا فجروا هون عند المدنية، لا في جيش هون ولا في حواجز، والناس عم تطلع من الجامع. يعني هذا قمة الإجرام والكفر، هذا الكفر بعينه اللي عم يفجروا بالناس المصلين اللي طالعين من المسجد. شايف الدمار اللي صار، والحمد لله أن الأولاد مو هون، ولا كان نصابوا كتير، وأنا نصبت هون، نصبت بظهري. إرهاب يريد أن ينتزع الحياة من المواطنين الآمنين، لكن إرادة السوريين تنتفض لتكمل دورة الحياة. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أكد أن الوفود الفرنسية والبريطانية والأمريكية في مجلس الأمن يقدمون معلومات مجزأة ويسيئون قيادة مجلس الأمن فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا. وقال الجعفري في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن حول الأوضاع في مدينة حمص، إن الدبلوماسية المختلطة الأمريكية الفرنسية البريطانية غريبة ومرفوضة، فهم يركزون فقط على حمص القديمة ويتناسون الإرهاب المدعوم تركيا ضد كسب، ويستغلون المجلس لتحقيق أجندة شنيعة تستهدف دولا ذات سيادة في منظمة الأمم المتحدة. وأوضح الجعفري أنه يوجد حاليا في حمص القديمة نحو 2000 إرهابي، معظمهم من جنسيات أجنبية، وهذا هو السبب الذي دفع المندوبين الفرنسي والبريطاني إلى التركيز على الأوضاع في حمص القديمة. وأكد الجعفري أن مجلس الأمن يدار بطريقة مبتذلة لا تليق بمعايير السلم والأمن على الأقل من البعض، مطالبا باتخاذ إجراءات لممارسة ضغوط على الحكومات التي تقوم بتمويل الإرهابيين داخل سوريا.
من جانبه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركن أعلن أن الدول الغربية رفضت اعتماد مجلس الأمن الدولي بيانا صحفيا حول الوضع في حمص. وأضاف تشوركن في عقب الجلسة المغلقة لمجلس الأمن أن الجانب البريطاني قدم اقتراحا يتبنى بيانا حول الوضع في حمص، لكنهم رفضوا تبني عناصر أساسية جدا في البيان، وهي دعوة روسيا إلى دعم المصالحات المحلية، كما رفضوا تأييد استئناف مباحثات جنيف. في ريف دمشق قضت قوات جيشنا الباسلة على عصابات إرهابية مما يسمى جيش الإسلام وفيلق الرحمن في الجبال الشرقية للزبداني، وفي بلدتي المحبة والقباضة، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين. كما تمكنت وحدة من الجيش من إبطال مفعول نحو 200 عبوة ناسفة معدة للتفجير كان إرهابيون قد زرعوها في الطرق المؤدية إلى بلدة حوش عرب التي عاد إليها الجيش الأمن والاستقرار. وفي منطقة جيرود دكت وحدات من الجيش والقوات المسلحة تجمعات وأوكارا للإرهابيين أسفرت عن إيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم. وفي الغوطة الشرقية تم تنفيذ سلسلة عمليات دمرت خلالها قوات جيشين أوكارا للإرهابيين في بلدة المليحة على أكثر من محور وفي محيط شركة تاميكو لصناعة الأدوية، وقضت على عدد كبير من الإرهابيين عرف منهم جمال نور الدين ومحمد عبد الحكيم الشامي. وفي زملكة قضت قوات جيشنا على أفراد عصابة إرهابية مما يسمى فيلق الرحمن، في حين سقط آخرون قتلى مما يسمى جيش الإسلام في مزارع عالية بمنطقة دوما، من بين القتلى محمد فارس جركس ومحمود علايا. وإلى الشرق من جوبر أوقعت وحدة من أبطال الجيش جميع أفراد مجموعة إرهابية قتلى. إلى ذلك اشتبكت وحدات من الجيش والقوات المسلحة مع مجموعات إرهابية في منطقتي العلالي والجمعيات وفي محيط مقام السيدة سكينة. وفي مدينة دارية تمكنت وحدة من الجيش من إيقاع أفراد عصابة قتلى ودمرت لهم أسلحة وذخيرة متنوعة. وعلى التوازي دمرت أوكارا للإرهابيين في حي القصور وشارع نستلة في خان الشيخ وقتلت وأصابت العديد منهم. المهندس عماد خميس وزير الكهرباء ومحافظ ريف دمشق المهندس حسين مخلوف تفقد الورشات الخدمية التي تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية في معلولة بعدما خلصها الجيش العربي السوري من براثن الإرهاب. والمطران موسى الخوري النائب البطريركي للروم الأرثوذكس يصلي فيها. كاميرا الأخبار في معلولة بعد أيام من إعادة الأمن والاستقرار إليها مع بدء ورشات الخدمات بتأهيل البنى التحتية تمهيدا لعودة الأهالي إلى بلدتهم ومنازلهم. وزير الكهرباء عماد خميس ومحافظ ريف دمشق حسين مخلوف تفقدا بدء عمل الورشات فيها. هنحط خطة يعني للمعالجة كل الشبكات، بس اللي بدي أنا الأول بالأول تدريجيا الأهم فالأهم، ونحن خلال فترة قريبة إن شاء الله بترجع كل الشبكة كما كانت وتطمن كل الأهالي هون نحن إنه ستعود الشبكة كما كانت قريبا إن شاء الله. أيوة وهذا ابتداء من اليوم، وهي ورشات كلهم جاهزين هن لمتابعة العمل على مدار الساعة إن شاء الله. ورش الكهرباء والمي والخدمات الفنية وعمال البلدية كلهم على مدار الساعة الشغل لإعادة تأهيل بأسرع وقت ممكن لكل البنى التحتية بمعلولة. معلولة مدخل الجبل واحد نضير مرتقلة المعبقة بدماء الشهداء ورياحين الإيمان، أضاء فيها المطران موسى الخوري النائب البطريركي للروم الأرثوذكس شمعة، وشكر الرب على خلاص البلدة والأديرة والكنائس من وحوش تكفيرية خربوا الحجر وقتلوا البشر. مسيح طامي بين الأموات ووقيع الموت الموت ووهب الحياة للذين في القبور. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال، ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى. الحقيقة مهما حكوا ومهما سمعنا مثل ما شفنا في الواقع ما بتصور انه اللي عمل هالاعمال اللي عملها موجود ينتمي للانسانيه او ينتمي الى ديانه من الديانات السماويه الثلاث ابدا.
مو بس انه الحقد انه اخذوا الايقونه، لما اخذوها حرقوها، ولما حرقوها كسروها الحجر، يعني كان عنده النقمه على كل شيء. الورشات الخدميه مصممه على انجاز عملها بزنود الجيش الخدمي السوري الساعي لاعاده عمار معلوله وسوريا. نحن هون مدينة المحبة والسلام بعد ما قاموا أبطال الجيش العربي السوري بتحريرها من جيش العصابات المسلحة، وشايفين مثل نسبة الدمار اللي خلفوها وراهم العصابات، فجينا هون لنعيد تأهيلها وتنظيفها تمهيدا لعودة الأهالي إلها إن شاء الله. بلشت ورشات إعادة الإعمار والتأهيل بمعلولة، وإن شاء الله من كهرباء، من مي، من تنظيف، إزالة أنقاض، ورح تمشي بقى إن شاء الله عجلة إعادة الإعمار. وحتى لو إنه بده وقت لأنه الدمار والخراب معلولة كتير، بس إن شاء الله بنعمرها وبترجع أحسن من الأول. ذنب هذه البلدة بأنها أرسلت المحبة والسلام إلى العالم أجمع، لا شيء يشفع، فدمروها ولكن سنعمرها. لأخبار تلفزيون عربي السوري، محمد جربوع، معلولة، ريفو دمشق. كما زار وفد من الإعلاميين بلدة معلولة بريف دمشق، وبعد أن عادت إلى حد الوطن وتخلصت من العصابات الإرهابية المسلحة يبرود، تحتضن جمعة درب إعلام وصلب السيد المسيح رسول المحبة والسلام من كاتدرائية قسنطين وهيلاني. زار وفد إعلامي عربي وأجنبي بلدة معلولة بعد أن أعاد رجال الجيش والقوات المسلحة سيطرتهم عليها، واطلعوا على ما خلفته العصابات الإجرامية التكفيرية من خراب ودمار، ووثقوا جرائمهم بحق الإنسانية والتاريخ والحضارة. بمعلولة يعني مثل ما واضح أنه أبرز ما استهدفته أيد المجموعات المسلحة هي الكنائس وكر الرموز الدينية. تم تكسير الصلبين، تم حرق البيوت الآمنة اللي هن للمواطنين اللي هن موجودين بمعلولة، بالإضافة إلى أنه منأسف اليوم نشوف مدينة تاريخية بهالأهمية يتم انتهاكها بهيدي بطريقة لا إنسانية، بطريقة وحشية. يعني ممارسات المجموعات المسلحة واضحة جدا على جميع المعالم، إن كانت ديرة وكنائس وإن كانت جوامع، ما عم بيميزوا وما عم بيفرقوا. It's very sad and very tragic to see such horrific damage to such a historic. من المحزن ومن المبكي أن نرى هذا الضرر الموجود في المكان، وأي شخص لديه فكر أو احترام سيكون مفجوعا بهذه المصيبة. I think we're all as journalists. أحيي الشعب السوري على استضافته للصحفيين على الرغم من معاناتهم من الضرر الحاصل لبلادهم. We have seen here is a lot of destruction. رأيت دمارا كبيرا في داخل الكنيسة يعبر عن أن الإرهابيين لا يحترمون أولئك الذين لا يتشاطرون معهم في نفس العقيدة. The same interpretation they have for religions. من الصعب جدا أن أصف شعوري مقابل هذا الدمار الذي نراه. يؤلمني جدا أن أرى الكنائس تحرق وتهدم. هذه الكنيسة التاريخية من مئات السنين. أرى الكتب المقدسة والصلبان والأيقونات قد كسرت. ومن الواضح أن هذا لم يحدث صدفة بل بشكل ممنهج ومدروس. هؤلاء الإرهابيون هم الخطر الأساسي على أوروبا، وفي بلادنا أتلاجئين سوريين كثيرين من مناطق يتواجد فيها الإرهابيين، واحتمال كبير جدا أن يكون بينهم إرهابيون يهددون أمننا وأمكنتنا الدينية وأشخاصنا مثل ما يفعلوه بسوريا. وهذا ما يجب أن يعلمه الأوروبيون، فإرهابهم لا يمكن أن يكون محصور فقط في سوريا. توثيق الوفود الإعلامية العربية والأجنبية لحالات الدمار والاعتداء على دور العبادة في معلولة رسالة واضحة للعالم أجمع أن العصابات التكفيرية مرت من هنا، لكن مرورها لم يدم طويلا، فمعلولة كما غيرها من البلدات السورية في عيون رجال الجيش العربي السوري. مراسل الإدارة السياسية، معلولة، ريف دمشق. بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والأمان إلى عروس القلمون يبرود، ها هم أبناؤها يحيون مراسم جنازة صلب السيد المسيح رسول المحبة والسلام
هي الجمعة الحزينة أو الجمعة العظيمة التي اختصرت آلام ومعاناة السيد المسيح الذي صلب على أيدي اليهود واضعين أكليلا من الشوك على هامته وطعنوه بحربة حتى فارق الحياة. كاتدرائية قسطنطين وهيلانا للروم الكاثوليك في يبرود أحيت مراسم الجناز بإقامة الصلوات والقداديس نظرا لما تمر به سوريا من أحداث بفعل الأعمال الإجرامية التي ترتكبها العصابات الإرهابية المسلحة، وإكراما للشهداء الأبرار الذين سقطوا في سبيل رفعة الوطن وكرامته. كل عيد وأنتم بخير، والله معكم، ويسوع يقدس حياتكم ويبارك بيوتكم وأشبالكم ويبارك هذا الوطن سوريا ليعود وطن السلام وطن الرسالة. يبارك رئيسنا وجيشنا الباسل وكل القوى العاملة للدفاع عن كل حفنة تراب. يبارك مدينة يبرود مسلمين ومسيحيين. احنا هون شعب واحد، من كان اسلام ومن كان مسيحية، بتطلعوا بتلاقوا هلا نص الكنيسة هون فيها اسلام، كلياتنا ايد واحدة. نحن من يوم اللي خلقنا هون عايشين مع بعضنا، وبنتشكر الجيش اللي اجى رجع لنا الامن والامان. نحن بنشكر الجيش العربي السوري اللي حررنا ورجعنا على بيوتنا امنين بعد ما تهجرنا، وكل عام وانتم بخير. المؤمنون رفعوا صلواتهم وتضرعاتهم الى الله ملتحمين اسلاما ومسيحيين بان تزول هذه المحنة عن وطننا ويعم السلام والطمأنينة سوريا ويخرجها منتصرة على قوى الشر التي تحيط بها. كل عام وانتم بخير وسوريا بخير، ونحن نتشكر الجيش العربي السوري اللي رجعنا لبيوتنا امنين وسالمين واعاد الامن والاستقرار ليبرود. جيراننا في هذه البلدة مسيحيين ومسلمين، كلهم يدا واحدة على فعل الخير وعلى ترك الشر. كلنا نبني هذه البلدة إن شاء الله بالحب والخير والمحبة والسلام، وأن ننزع من قلوبنا كل حقد وغل لجميع الناس، لأن الإسلام والمسيحية أمرونا بذلك. الحمد لله رجعنا على بلدنا مرتاحين ومبسوطين، وإن شاء الله ترجع سوريا كلها بخير. توجه بالشكر للجيش العربي السوري اللي خلصنا ونظف يبرود منا. يعني اليوم لقينا اليوم خبرنا انه في بالكنيسه في صلاه عيد فصح بدون ما حدا يدعينا لحالنا، احنا لبينا الواجب وقدين جينا. يعني معاني القيامه اول شيء ولادي جديده، ونحن اكثر شيء حاسين فيها هذا الوقت اكثر شيء، لانه برجعتنا على يبرود ولدنا من اول وجديد. ياتي اسبوع الالام والقيامه هذا العام، والسوريون على ثقه انه كما تغلب السيد المسيح على الامه وقام من بين الاموات، هي سوريا ايضا ستطوي آلامها وتشفى من جراحها بفضل إنجازات وانتصارات الجيش العربي السوري الذي سيعيد الأمن والأمان إلى كل شبر من أرض سوريا الحبيبة. عادت يبرود لتعود معها الحياة من جديد، وليتشارك فيها الإسلام والمسيحيون تضرعهم للرب وحبهم للوطن. لأخبار التلفزيون العربي السوري، إسماعيل أحمد، يبرود. احتفاء بعيد الجلاء، السوريون يؤكدون تمسكهم بقيمهم الوطنية الثابتة لمعاني الجلاء وعيد الانتصار التي ترجموها من خلال فعاليات متعددة في المحافظات السورية. احتفاء بلحمتهم الوطنية ونسيجهم الاجتماعي المتكامل، وفي مشهد يرسم صورتهم المشرقة عبر العصور وحتى الآن، يحتفي السوريون بعيد الجلاء. ففي محافظة الحسكة أحيا رجال قوى الأمن الداخلي بمختلف تشكيلاتهم هذه المناسبة، مؤكدين على الوحدة الوطنية التي يعيشها أبناء الحسكة. تحتفل رجال قوى الأمن الداخلي اليوم بمناسبة الذكرى 68 لجلاء المستعمر الفرنسي الغاشم عن أرض بلادنا الحبيبة سوريا، وهذا الشيء جاء نتيجة نضال شعبنا ونضال المناضلين الشرفاء في كافة أرجاء وطننا الحبيب سوريا. وتحت عنوان راجعين نعمرها، أقامت مديرية التربية بالحسكة كرنفالا رياضيا عبر فيه المشاركون من خلال لوحات رياضية وفنية راقصة عن مدى حبهم وارتباطهم الوثيق بالوطن. من خلال أعياد نيسان حاولنا أن نزرع الفرح والبسمة على شفاه الأطفال وعلى وجوههم بعد أن غابت منذ فترة طويلة، فنتمنى أن يعم الفرح والأمن والسلام في كل أنحاء سوريا. وكعربوني وفاء ومحبة
لمن قاوم المستعمر وضحى بالغالي والنفيس، أقامت الهيئة الإدارية في كلية الآداب بالحسكة مهرجانا ثقافيا أكد المشاركون من خلاله أن النصر المحتم أصبح قاب قوسين أو أدنى. هذا المهرجان بينا للعالم والوطن العربي أجمع بأن سوريا قلعة الصمود، سوريا لا تهزها الريح كالجبال العظيمة. وفي دمشق أراد السوريون ومع مرور الذكرى 68 لعيد الجلاء أن يؤكدوا وخلال احتفال جماهيري وطني أهمية المعاني السامية لقيم النصر والجلاء، وأنهم ماضون قدما إلى الأمام في محاربة الإرهاب حتى تحقيق النصر وعودة الأمن والأمان لربوع الوطن. حابة أقول لكل السوريين أنه اليوم نحن شباب سوريا جاءوا من كل المحافظات ليقولوا لكل الدول اللي حاولت تستعمر بلادنا واللي حرروها أجدادنا أنه نحن بدنا نتابع مسيرتهم، رح نحرر سوريا من إرهابهم ونحن بصمودنا لأنه نحن أصحابين قضية، أصحابين أرض، وأنتم مثل ما نكون شايفين مهما اختلفنا بوجهات النظر لكن متفقين على أنه سوريا واحدة ومنرفض التدخل بشأننا وبسيادة سوريا. يوم عالمي ومعروف عنا بأنه يوم الاستقلال اللي قام فيه الأجدادنا من زمان. نحن اجتمعنا كلياتنا اليوم شبابا وبناتا لنأكد على أنه الأراضي السورية مقدسة ومستحيل نخلي أي حدا يقرب عليها. وأكد المشاركون أنهم باقون على العهد لتبقى سوريا وطنا لكل أبنائها، وأنه بالدم والتضحيات صنع آباؤنا عيد الجلاء العظيم، وبتكاتفنا ووحدتنا الوطنية نحمي سوريا. وفي الأردن وبمناسبة ذكرى 68 لعيد الجلاء نظم عدد من السوريين المغتربين والأردنيين احتفالا أمام السفارة السورية في عمان، أكدوا خلاله دعمهم للجيش العربي السوري في عملياته المتواصلة ضد المجموعات الإرهابية التكفيرية المسلحة المدعومة من قبل الأنظمة الخليجية وبعض القوى والدول الإقليمية والغربية. في يوم جلاء المستعمر الفرنسي عن أرض سوريا ومع ما تتعرض له اليوم من محاولات للنيل من استقلالها، شدد المشاركون على أن يكون للأردن دور فعال في محاربة الإرهاب الصهيوني الأمريكي الوهابي الذي يستهدف سوريا والوطن العربي. الأردن ليس معنيا بشعار النهي عن النفس، الأردن معني بالمعركة الوطنية في سوريا تماما مثل ما الشعب السوري والدولة السورية معني بها، لأن الهدف كما قلنا وقلنا ونكرر دائما إذا كان ساكس بيكو القطرية التي مزقت بلاد الشام كانت رافعة لمشروع بلوى بالفور وتأسيس إسرائيل، فإن ساكس بيكو الطائفي وتمزيق المنطقة إلى كيانات طائفية هو الرافعة الثانية لتجديد إسرائيل ودورها الإجرامي التوسعي على حساب الجميع. المطلوب من الأردن أن تقف إلى جانب سوريا، وهذا الوقوف يتطلب من الأردن أن بداية أن تحمي الحدود المشتركة من أولئك الإرهابيين الذين يتسللون إلى سوريا. عن سوريا هي الأم وهي الحضن الدافئ لكل وطني عربي شريف، سوريا هي الأمل، يعني ما شو بدي ظل من الأمة إذا راحت سوريا. سوريا هي رمزنا وهي فخرنا وهي شرفنا، وتعرضت لمؤامرة دولية قذرة قادوها آل سعود والناتو الأمريكي وتركيا القذرة وقطر. رسالة الجيش السوري منصوري إن شاء الله، بعون الله منصوري، والجيش السوري سوف يدرس بأكاديميات العالم كلياتها على الانتصارات اللي حققها على الأرض، لأنه ما في دولة بالعالم تحارب من 82 دولة وعندها جيش واحد ما حدا بيساعدها غير الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو النصر قريب لأنه في عندهم داخليا في عندهم جيش عقائدي قومي عنده عقيدة للقتال، وبالتالي اللي عنده عقيدة للقتال ما إلا النصر بيجيب بإذن الله. جيت شارك السوريين فرحتهم، وطبعا تأييدنا للرئيس بشار الأسد ولجيش العربي السوري البطل، لكل السوريين شرفاء. عمان جارة دمشق وجارة القدس، وبالتالي هذا الثلاثي لا يمكن لأحد على وجه الأرض أن يقفز فوقه. هذا الشعب يشكل قلب بلاد الشام، وبلاد الشام هي قلب العالم. سوريا رمز الصمود، سوريا رمز الصمود، وجه الناتو وآل سعود، وجه الناتو وآل سعود.
سوريا المتجددة الصابرة الصامدة المنتصرة تحت هذا الشعار تضامن الأردنيون والسوريون مع انتصارات الجيش العربي السوري. كوثر عرار للتلفزيون العربي السوري من العاصمة الأردنية عمان.